ازيكم يا بنات؟ فيديو جديد على قناة داليا كروشيه. متنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك للفيديو. وفي الفيديو اللي ظاهر قدامكم ده بيوضح لكم ازاي تقدروا توصلوا لصندوق الوصف. هتلاقوا للناس اللي بتسأل فين صندوق الوصف، انت اول ما تدخلي على القناة هتلاقي عندك هنا الفيديوهات القصيرة، وهنا الفيديوهات هتلاقوها موجودة، وممكن تختاروا اي فيديو. فنفترض نختار ده مثلا، هتلاقوا عندكم هنا السهم ده، هتضغطوا عليه وهتلاقوا هنا عندكم لينكات كتير قوي. ده هتلاقوا اللينك بتاع الكورس بتاع المبتدئين، ودي الفيديوهات بتاعه المحلات الرخيصه، ودي طريقه للتنظيم ازاي تنظمي الخامات بتاعتك. وبعدين هنا هتلاقوا اللينك بتاع الجروب بتاع القناه اللي يعني اتمنى نتشارك فيه مع بعض الفيديوهات، الحاجات اللي انا بعملها توروني التطبيقات بتاعتكم. ودي الجروبات بتاعتي اللي بنزل عليها شغلي، والانستجرام برضو دي صفحه، والتيك توك برضو علشان نعمل فيديوهات وصاير نتفرج عليها سوا. في الفيديو ده هنعمل الاخطبوط الصغنن ده، بصوا ازاي شكله كيوت قوي. انا مستخدمه فيه خيط اسمه ناكو ساتن. الخيط ده تحسه الخامه بتاعته شموه قوي، يعني حلو، يعني حاجه كده فخمه، انا بحب جدا اشتغل بيه. وانا مستخدمه فيه بواقي خيط، يعني الناس اللي بتحتار تعمل ايه بواقي الخيط تقدر تشتغل الحاجات البسيطه ديت. وتدخل برضو على البلاي ليست او قائمه التشغيل اللي هي بتاعه الميداليات، انا هنزل فيها برضو حاجات تقدر تستخدميها ببواقي الخيط. تشوف كده الادوات مع بعض. انا هشتغل ببواقي خيط عندي، ده خيط اليس ديفا عشان اعمل بيه الفيونكة، يعني هحتاج منه حاجة بسيطة جدا. وده خيط ناكو ايبيزا، ده هشتغل منه على فتلتين، فاستخدم معاه ابرة رقم 3. هحتاج مقص وابرة تنظيف ودبوس علامات عشان احنا نشتغل من غير ما نعمل غرزة منزلقة، والسيفتي ايز او ممكن تستخدمي مكان وخرز. السيفتي ايز انا جايباه من العتبة من شارع او من حارة المزين، هتلاقوه انا مش فاكرة اسم المحل بالظبط، بس هو محل اخد زاوية كده قدامه بتاع ورد، وجنبه بتوع اللي هو الاكسسوارات الدلايات والسلاسل وكده. واحتاج كمية قليلة جدا من الفايبر. الخرز ده انا جايبه العشر تجواز بعشرين، يعني الاثنين بجنيه. نبدأ كده مع بعض. اول حاجة هعمل الدايرة السحرية. في طريقتين عشان نعمل الدايرة السحرية. اول طريقة بنجيب الفتلة القصيرة من هنا وبنلف الخيط، وبدخل بالطريقة دي، بجيب الخيط اللي على صباعي ومن غير ما اقفل الحلقة بعمل سلسلة، وابدأ اشتغل جوه الحلقة نفسها غرز حشو بالطريقة دي. او بطريقة تانية بنجيب الفتلة القصيرة بتبقى من ورا، وبلف الخيط كأني بالظبط بعمل عقدة بداية واقفلها بالطريقة دي. بعدين هسحب الخيط، هعمل سلسلة والتانية، وهعتبر اول سلسلة عندي سلسلة ارتفاع الحشو، والسلسلة التانية اللي هي اول واحدة عملناها هعتبرها اللي هي الدايرة السحرية، وهبدأ اشتغل فيها. هي دي الطريقة اللي انا هشتغل بيها دي دلوقتي، هشتغل فيها غرزة حشو. وما تنسوش طبعا الدبوس بتاع العلامات لانها هنحتاجه جدا. هشتغل اول غرزة عندي غرزة حشو، وادخل في نفس الحلقة. اتأكدوا ان انتوا اخدين حلقتين مع بعض، لو هتشتغلوا بالفتلتين اتنين وفي نفس المكان، هدخل بالطريقة دي تلاتة. احنا كده عملنا تلاتة اربعة خمسة ستة. انا عايزة اقول لكم ان الحجم بتاع الاخطبوط هيختلف على حسب الخيط اللي انتوا بتستخدموه. انا هنا مثلا لو اشتغلت بخيط فتلة واحدة هيطلع الحجم اصغر بكتير من الخيط بفتلتين، وطبعا خيط الديفا هيطلع حجم غير الخيط اللي انا اشتغلته مع العروسة الصغيرة دي. بعدين هعمل ايه؟ انا كده خلصت اول سطر، اشتغلت ست غرز حشو. هاجي عندي هنا في اول غرزة هنا، وهدخل من تحتها وهعمل اتنين حشو، يعني هعمل تزايد.
هدخل من تحتها، وخيط البداية احنا هننضفه سوا مع بعض واحنا بنشتغل. هدخل واسحب، عندي حلقتين على الإبرة، هطلع من الحلقتين احط الدبوس عندي، وفي نفس المكان هدخل تاني وهعمل غرزة حشو. يعني انا كده بشتغل تزايد زي ما انتوا شايفين، بصوا خيط البداية بشتغل تحت الشغل، بخليه او تحت الشغل علشان يتنضف اول باول، ممكن نشده كده عشان نقفل الدايرة. الغرزة اللي بعدها برضو هعمل تزايد، هدخل كده من تحت الغرزة وهسحب، هطلع من الحلقتين وفي نفس المكان هدخل واعمل حشو، وهكرر بنفس الطريقة ديت لحد نهاية السطر، واخر السطر عندي هيبقى معايا 12 غرزة، هشتغل غرزتين حشو في نفس الغرزة في نفس يبقى نعمل تزايد. اتبقى هنا عندي اخر غرزة، نشد بس تاني خيط البداية لانه فتح الدايرة معايا، بس كده هنشتغلها سوا اخر غرزة، 11 و12. هشيل الدبوس من هنا. السطر اللي بعده اللي هو رقم 3 هدخل. لو عايزيني اكتب لكم الباترون قولوا لي في الكومنتات، وهتلاقوني نزلته لكم على الجروب. وكده احنا عملنا غرزة حشو. بعدين الغرزة اللي بعدها هعمل تزايد واحد في نفس المكان هنا، هدخل وهعمل اتنين، كده عملنا 3 غرز. اللي بعده 4، الغرزة اللي بعدها 3، واللي بعدها هدخل هعمل 5، وفي نفس المكان هدخل وهعمل 6، اللي بعدها 7، واللي بعدها هعمل 8، وفي نفس المكان 9. هكمل بنفس الطريقة ديت لحد نهاية السطر، وفي آخر السطر يبقى معايا 18 غرزة حشو. انا كده خلصت السطر رقم 3 ومعايا 18 غرزة حشو. في السطر رقم 4 هعمل حشو، احط الدبوس، وجنبها في الغرزة اللي بعدها هعمل حشو، والغرزة اللي بعدها هعمل حشو، وفي نفس المكان هنا هدخل وهعمل تزايد. يعني انا عملت 2 حشو تزايد، كده عندي 4 غرز، اللي بعدها 5، واللي بعدها 6، واللي بعدها 7، وفي نفس المكان هدخل وهعمل 8. يبقى انا اشتغلت 2 حشو تزايد، واكمل بنفس الطريقة ديت لحد نهاية السطر، وفي اخر السطر هيبقى معايا 24 غرزة حشو. عشان تتأكدي ان انت ماشية صح، هتلاقي عندك في اخر غرزة لازم يبقى عندك تزايد، وفي اول غرزة بيبقى غرزة حشو بس. هكمل ونرجع نشوف هنكمل ازاي بقية السطر اللي بعده. اتبقى هنا عندي اخر تزايد هعمله، 21، 22، 23، وفي نفس المكان هدخل ب24. وبكده هنكون خلصنا السطر رقم 4. في السطر رقم 5 هعمل حشو، نحط الدبوس ما ننساهوش اهم حاجة، يبقى عملنا حشو، واللي بعدها نعمل حشو، واللي بعدها نعمل حشو،
يبقى كده عملنا 3، واللي بعدها هنعمل تزايد 4 في نفس المكان، هشتغل 5 واكمل بنفس الطريقة دي، 3 حشو تزايد 3 حشو تزايد لحد ما يبقى معايا في اخر السطر 30 غرزة حشو. يتبقى هنا عندي اخر تزايد 26 27 28 29 وفي نفس المكان هعمل 30. في السطر رقم 6 هشتغل غرز حشو بس من غير اي تزايد. نرجع الدبوس عشان ما ننساهوش. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واكمل بنفس الطريقة دي لحد نهاية السطر، ويبقى معايا 30 غرزة حشو. في السطر رقم 6 7 8 9 10 هشتغل 5 سطور بغرز حشو بس من غير اي تزايد، يبقى معايا في كل سطر 30 غرزة حشو. ونرجع نكمل بقية السطور سوا من اول السطر رقم 11. انا هنا وصلت لحد السطر رقم 9. هنبدأ دلوقتي نحط العيون ما بين السطر رقم 8 والسطر رقم 9. كده احنا عندنا هنا السطر رقم 9، هدخل بالعين بالطريقة دي، وهعد جنبها 6 غرز، 1 2 3 4 5 6. في الغرزة هنا هركب العين التانية. عندنا اللي هي الحاجات دي اللي بتثبت العين من جوه عشان ما تطلعش، وانت تاخدوا فيها صعوبة شوية عشان تدخلوها. ده كده بيبقى شكلها من جوه، مش عارفة حسيت انها ضفدع بس ماشي. يعني ده كده شكلها من جوه عشان نثبت العين. انا كده اتبقى عندي بس السطر رقم 10 هخلصه، ونرجع نكمل بقية الجسم مع بعض. انا كده خلصت السطر رقم 10. يبقى كده احنا العيون ركبناها ما بين السطر 8 و9، ما بين العين والتانية 6 غرز حشو. تمام، نبدأ بقى دلوقتي في السطر رقم 11. هنشيل دبوس العلامات كده، وهشتغل اول غرزة حشو عندي اعمل فيها حشو. هنبدأ بقى دلوقتي نقفل الراس. يبقى انا عملت كده حشو 2 3، وهعمل تناقص. التناقص هعمله ازاي؟ انا في الحشو العادي بدخل تحت حرف الفي كامل، لأ انا المرة دي هاخد بس الحلقة الامامية من هنا والحلقة الامامية من الغرزة اللي بعدها كده. عندي حلقتين على الابرة، هسحب الخيط واطلع من الحلقتين. عندي حلقتين على الابرة، هشتغل حشو واكمل بقية الباقي حشو عادي. هكرر تاني. يبقى كده احنا عملنا كمان غرزتين في بعض، يبقى كده عملنا 1 2 3. هنكرر تاني، هعمل حشو، لا سوري، عملنا 1 2 3 وعملنا حشو في رقم 4. 1 2 3 واجي اعمل تناقص. هعمل ازاي؟ هدخل هاخد الحلقة الامامية، هي دي من هنا من قدام الحلقة الامامية هنا،
والحلقة الأمامية من هنا، واسحب الخيط، هطلع منهم هما الاتنين واخرج واعمل حشو. هكرر لباقي السطر، هعمل 3 حشو تناقص، 3 حشو تناقص، لحد ما يبقى معايا 24 غرزة حشو في اخر السطر. هخلص ونرجع نكمل مع بعض. اتبقى هنا عندي اخر تناقص هعمله، واحد اتنين تلاتة، وبعدين هعمل تناقص، هدخل من هنا الحلقة الأمامية من هنا واسحب، اطلع من الحلقتين واطلع من الحلقتين. كده خلصنا السطر رقم 11. السطر رقم 12 هعمل حشو وارجع تاني الغرزة، واللي بعدها هعمل حشو، واللي بعدها هعمل تناقص، اخد الحلقتين مع بعض واسحب واطلع من الحلقتين، تاني هعمل حشو، واللي بعدها حشو، واللي بعدها هعمل تناقص، اخد الحلقة الأمامية مع الحلقة الأمامية واطلع من الاتنين واطلع من الاتنين. هكمل بنفس الطريقة، 2 حشو تناقص، وفي اخر السطر هيبقى معايا 18 غرزة حشو. كده انا خلصت السطر رقم 12، وده بصوا الشكل لحد دلوقتي اللي احنا وصلنا له. متبقي احنا كده عندنا سطرين بس. اول حاجة هبدأ ادخل الفايبر علشان يبقى فيه مساحة ان انا اقدر ادخل الفايبر. قبل ما تدخلوه حاولوا تعملوه بالطريقة دي، وناخد جزء جزء ونحط الفايبر. احنا يعني بقى عندنا سطرين، ممكن ايه نقدر نحط تاني بعد لما نعمله. نبدأ كده مع بعض. انا سبت هنا مسافة من الخيط علشان وانا بدخل الخيط ما يتسحبش معايا وضيع او تضيع البتاع ده اللي هي خيط البداية. ودبوس العلامات اتأكدوا ان هو مقفول كويس. نبدأ كده نشوف السطر اللي بعده هنعمل ازاي. هشيل دبوس البداية وهشتغل في اول غرزة عندي هنا، هعمل حشو. حاولوا تبعدوا الفايبر عشان ما يطلعش معاكم في الشغل. هعمل حشو، ممكن تقللوا ولما تخلصوا السطر ده تدخلوا تاني فايبر. يبقى احنا اول سطر او اول غرزة هعمل حشو، واللي بعدها هعمل تناقص، احط الدبوس عندي في اول علامة واللي بعدها هعمل حشو واللي بعدها هعمل تناقص، واكمل بنفس الطريقة ديت لحد نهاية السطر. باقي كده هنا عندي اخر سطر اللي هو السطر رقم 14، وهعمل ازاي. هعمل تناقص في كل الغرز اللي عندي. هدخل في اول غرزة الحلقة الامامية والحلقة الامامية من الغرزة اللي بعدها، واسحب الخيط واعمل تناقص. ادي عندي كده واحد، اللي بعدها تناقص، اتنين، اللي بعدها هنا كده تلاتة، ناخد كده يعتبر خلاص خلصنا. هجيب المقص واسيب كده مسافة صغيرة من الخيط عشان اقدر اقفل الجزء اللي تحت ده. بصوا ازاي شكله معانا. احنا ممكن لو كملناها يبقى شبه نينجا تيرتلز، مش عارفة حاساه كده. ابرة التنظيف. دلوقتي هبدأ اعمل ايه؟
هظبط بس كده الخيط، هدخل كده عشان احاول اقفل بقية الدايرة الموجودة. اقول لكم ان احنا هنحتاج ممكن لو بتكسري تخيطي زي، هنحتاج لمسدس شمع عشان نلزق الاجزاء مع بعض. كده خلصنا الجزء بتاع الراس، تمام. دلوقتي هنعمل الجزء اللي هو بتاع الرجل بنفس الخيط. هعمل نفس ما عملت طريقة الدايرة السحرية او اللي هي بتاعت العقدة. هعمل واحد اتنين، ادخل هنا واشتغل 8 غرز. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، واشد الخيط. ممكن تحط دبوس علامات بس انا مش هحط. هدخل في اول غرزة عندي كده وهشتغل غرز تزايد في كل الغرز الموجودة، يبقى هيبقى عندي 16 غرزة. هاخد معايا طبعا خيط البداية، هذا كده عملت واحد اتنين، اللي بعده تلاتة اربعة، واكمل لحد نهاية السطر هيبقى معايا 16 غرزة حشو. انا كده بقى معايا 16 غرزة حشو. هشد كده خيط البداية شوية. دلوقتي هنبدأ نعمل غرزة البوب كورن او غرزة الفشار. ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3. لا سوري، قبل ما نعمل غرزة الفشار، بعد ما تبقى معايا 16 غرزة، هدخل في اول غرزة عندي وهعمل غرزة منزلقة، وبعدين هطلع ب3 سلسلة، 1 2 3. وفي نفس الغرزة هدخل وهعمل 4 عمود بلفة. العمود بلفة بلف الخيط وبدخل في الغرزة، بسحب عندي 3 حلقات على الإبرة، هطلع من حلقتين ولف الخيط واطلع من حلقتين. فكده أنا اعتبرت أول 3 سلاسل دول عندي عمود، يبقى عملنا 1 2 3. في اللي بعده هدخل برضو في نفس المكان واسحب عندي 2 حلقات، هطلع من 2 واطلع من 2، كده بقى عندي 4. وآخر حاجة رقم 5 هدخل واسحب بالطريقة دي. دلوقتي هدخل في اول غرزة عندي كده وهسحب الحلقة اللي انا بشتغل بيها واقفل كده. كده عملت غرزة فشار وهعمل سلسلة، هسيب الغرزة اللي بعدها وهشتغل في اللي بعدها برضو 5 عمود بلفة في نفس الغرزة. هدخل هعمل 1 2 3، أربعة، وفي نفس المكان برضو 5. بعدين هعمل ايه؟ هطلع هسحب الخيط بالطريقة دي، هطلع خلاص الإبرة، وهاجي عندي عند أول عمود أنا عملته في المجموعة دي، وهسحب هاخد الحلقة كده وهسحب الخيط كده. كده عملت تاني فشارة، بعدين بعمل سلسلة، بسيب هنا، هسيب هنا الغرزة دي، هدخل في الغرزة، هسيب دي وادخل في اللي جنبها هنا، وهكرر هعمل 5 عمود وهقفلهم بنفس الطريقة. 2 3 4 5، هسحب دي كده، هيجي هنا عندي عند اول عمود، بصوا هنا عند اول عمود هدخل، لا تعالي كده ما تطلعيش، وهسحب دي، هاخد الحلقات اللي الحلقة اللي انا بشتغل بيها وهطلع بيها كده، هعمل كأني بقفل بمنزلق، وبعدين اعمل سلسلة. هكمل بنفس الطريقة ديت، واخر السطر هيبقى معايا 8 فشارات. انا عملت هنا عندي اخر فشارة خلاص، هعمل سلسلة وهقفل
من هنا، هدخل هشوف اي غرزة عندي هنا واسحب واعمل منزلقة بعد كده. بس ده الجسم بتاع الاخطبوط. بعدين هجيب المقص، نقص كده وهسحب الجزء ده، وبعدين هبدأ انظفه. انا خلصت الجزء ده وهيتحط كده، ممكن تكتفوا بس ان هو يبقى بالطريقة ديت لحد ما مسدس الشمع يخلص عشان نلزق الجزئين دول. هنعمل كده مع بعض سريعا الفيونكة. في الفينكة انا هشتغل بابرة رقم 2 عشان هشتغل بفتلة واحدة بس. هبدأ دلوقتي اعمل عقدة البداية او الدايرة السحرية، واسحب كده واقفل بسلسلة. بعدين هدخل في الدايرة كده من جوه، لا سوري، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، دول كأنهم عندي عمود. هدخل في الدايرة السحرية وهشتغل 4 عمود، 1 2 3 4، بعدين هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل واقفل بغرزة منزلقة. بعدين هكرر تاني، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل اعمل برضو 4 عمود، 1. انتوا شايفين العمود كده بعيد بس مش مشكلة، كده كده لما نشد الخيط هيقفل مع بعض. يبقى كده عملنا 1 2 3 4، بعدين ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل هعمل منزلقة كده، هشد الخيط كده اتقفل وعملنا فيونكة. بعدين هقص الجزء ده، هسيب مسافة حبة حلوين علشان هلف الخيط حوالين الفيونكة. نقفلها كده، هلف كده كده. وهلزقها هنا، نشوف المسدس كده. جبت مسدس الشمع، بصوا هنعمل ايه، احط كده نقطة صغيرة هنا، مش عايزين نكتر علشان الدنيا ما تبص معانا. انا حطيت صح نقطة شمع صغيرة تحت الخيط عشان كده بصوا هتلاقوا قفل معايا. هجيب الراس واحاول اختار المكان مظبوط، حطه مثلا هنا عشان ما تفضليش تشيلي وتحطي والدنيا تبوظ في اللزق. لو عايزة خايفة الدنيا تبوظ معاكي باللزق، عندك الخياطة خيطي. ونقص الجزء ده هنا اهو كده، سيب لها حتة صغيرة بس كده. بعدين هنعمل ايه، الجزء ده عندنا هنجيبه وهنحط لازق كده كده اهو، حاولوا تحطوه هو سخن عشان ما يبردش ويبوظ الدنيا، ونلزق كده كده كده. بنفضل ماسكينه شويه بس كده، تمام، وانتهت مهمة الخيط. بس كده خلاص خلصنا.
بصوا عملنا الاخطبوط الصغنن ده اسمه بيبي اكتوبوس، طلعوا تقريبا هما الاتنين نفس الحجم علشان ده اشتغلت بيه على فتلتين. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون عجبكم، والى اللقاء.